السلام عليكم حبايبي، اليوم نلتقي بآخر فيديو لهاي السنة، على أمل إن شاء الله نلتقي فيكم على كل خير وسعادة يا رب. رح أناقش فقط سؤال من المراجعة وأيضا سؤال من اختبار ذاتي، وإحنا عم نحكي عن صفحة 111. ليش؟ لأنه كل الأسئلة سهلة ومباشرة فتسلوا فيها. هلأ عندنا السؤال الأول، عندنا بيانات بدنا نمثلها بالقطاعات الدائرية، جدا سهل ما في إشي. السؤال الثاني عندنا جدول تكراري ذي فئات، عليه مجموعة من الأسئلة من طولها من الجدول بكل يعني سهولة. السؤال الثالث في عنا مجموعة من البيانات طالب منا إن نمثلها بمدرج تكراري، مضلع تكراري، منحنى تكراري، على نفس الطريقة اللي مثلنا فيها زمان. المدرج لحال أنه طريقته مختلفة، المضلع والمنحنى ممكن على نفس الرسم نعملها، ما فيها مشكلة. هل أنا بدي أناقش معاكم السؤال الرابع، مش لأنه صعب بس علشان أنبه على فكرة يعني هيك يعني للتأكيد. هلأ هون أنا حالة أسئلة بدي أوريكم بس كيف حليته. هلأ معتمدا على الشكل 6-13 الذي يمثل أنشطة الطالب عمر اليومية، أجب عن الأسئلة الآتي. طبعا زي ما إحنا شايفين نشاطاته كلها ممثلة بالنسب المئوية، فعشان إحنا ما نتلخبط، عشان هيك أنا حبيت إني أناقش السؤال، لأنه لو أنا حكيت لك كم من ساعة بيقضيها في المدرسة رح تحكي لي 25%، لا هاي نسبة مئوية، أنا بحكي لك كم من ساعة، بدك تعطيني عدد، فبدنا نحول إحنا النسب المئوية لقيم وبعدين نشوف شو بده يطلب منا. فهاي 25% من أصل كم؟ من أصل أنا كتبها لك أنشطته اليومية، يعني إحنا بنحكي عن 24 ساعة. تمام، تعالوا نشوف مع بعض إيش الأسئلة اللي طالبها. أول إشي، ما نوع هذا التمثيل للبيانات؟ طبعا إحنا عارفين إنه اسمه القطاعات الدائرية. إحنا أخذنا أكثر من درس للتمثيل، في عنا جدول تكراري ذي فئات، في مضلع تكراري، وفي عنا منحنى تكراري، هذول زي بعض، وفي عنا مدرج تكراري، وآخر إشي اللي هو القطاعات الدائرية. طيب بحكي لنا ما عدد الساعات التي يقضيها عمر في مساعدة الأهل، ولا اللي بحكي عنه بطلوا عدد ساعات بصير أروح أحكي لمساعدة الأهل 15%؟ لا، هاي نسبة مئوية، احنا بدنا عدد الساعات. تعالوا نشوف كيف بدنا نحل هذا السؤال. طيب اول شغلة خليني اجيب انا بس ورقة اكتب عليها. طيب احنا عم نحكي عن فرع ب من هذا السؤال، بده الساعات اللي بقضيها في مساعدة الاهل. طبعا النسبة المئوية لمساعدة الاهل هي 15% اللي هي 15% من اصل كم؟ من اصل 24 ساعة، صح ولا لا؟ طيب تعالوا نختصر مع بعض. لو احنا اختصرنا هون على 5 فيها 3 على 5 فيها 20 على 10 فيها عفوا مش على 10 على 2 فيها 10 على 2 فيها 12، لسه في اختصارات؟ نعم في اختصارات. على 10 فيها على بنحكي 10 على 2 فيها 5 على 2 فيها 6. تعالوا نرتب بس البيانات مع بعض، فأنا ضل من عندي من هون 3 على 5، ومن الثاني ضل عندي 6، بضرب 3 ضرب 6 18 على 5. ممكن نروح على جنب نقسمها قسمة طويلة، نحكي 18 تقسيم 5 كم؟ فيها 3 3 ضرب 5 15، نطرح فيها 3. اتفقنا انه احنا لما يضل عندنا باقي بدنا نخلص منه بنحط فاصلة بالجواب، بننزل مكانه 0، مثل ما تعلمنا 30 تقسيم 5 6، 6 ضرب 5 30، خلصنا. فإذا الجواب هو 3 صحيح و6 أجزاء من 10 ساعة. إذا عرفنا إيش هو عدد الساعات اللي يقضيها عمر، 3 صحيح يعني 3 ساعات و6 أجزاء من الساعة. تمام، تعالوا نشوف جيم، ما مجموع ساعات حل الواجب الواجبات المدرسية والأنشطة الترفيهية؟ بده مجموع الواجبات والأنشطة، زي ما احنا شايفين برضو ما في ساعات كلها نسبة مئوية، فهون ممكن انه نحول هاي لساعات وهاي نحولها لساعات نجمعهم، او ممكن انه انا اختصر على حالي التحويل اكثر من مرة، اجمعهم كنسب مئوية وبعدين احولها مرة واحدة. شو يعني؟ يعني نكتب هون فرع جيم، قبل أنشطة الترفيهية نسبتها 12.5%، وحل الواجبات برضو 12.5%، ما هو بده مجموعهم، بجمعهم على نسب مئوية. ف 12 زائد 12 احنا بنحكي عن 24، ونص ونص 1 هي 25%، هذا هو مجموعهم. بس هيك مجموع ساعات ولا نسبة؟ لا نسبة، فبروح بحولها لعدد ساعات، انه بكتبها على شكل كسر، 25 على 100 من اصل كم من ساعة؟ 24 ساعة.
تعالوا نختصر مع بعض، 25 على 25 فيها 1، 100 على 25 فيها كم؟ فيها 4. نختصر 4 على 4 1، 24 على 4 6. إذن كم من ساعة مجموعهم؟ هو عبارة عن 6 ساعات، تمام؟ وهي أنا كاتبة لكم هون إنه 6 ساعات. ما زاوية القطاع الذي يمثل عدد ساعات الدوام المدرسي؟ وين عدد الدوام المدرسي؟ زي ما إحنا شايفين هي 25%. شو بده؟ بده الزاوية. طب أنا عشان أوجد الزاوية، مش إحنا اتفقنا من زمان لازم نوجد القيمة؟ يعني أنا ما بنفع معي أخذها كنسبة، أنا بدي أحولها أيضا كمان مرة لعدد ساعات. فنروح للفرع دال. عندي أنا المدرسة 25 على 100 ضرب كم؟ ضرب 24 نفس هاي، فرح يكون الجواب إيش؟ 6 ساعات. هو ما بده الساعات هالمرة، بده الزاوية. فزاوية القطاع تبع المدرسة إيش يساوي؟ عدد الساعات على أصل الكل. كم الكل؟ اللي هو إحنا بنحكي عن 24 ساعة ضرب 360 درجة. لما نحسبها رح يطلع معانا الجواب 90 درجة، اللي هي زاوية قائمة. فهذا هو رح يكون جواب السؤال الرابع من المراجعة صفحة 112. السؤال الخامس زي ما احنا شايفين بيانات، بده إيانه نمثله في جدول تكرار دي فئات، وهو مريحنا وحاططنا الفئة الأولى زي ما حلينا في الدرس الأول، أموره سهلة جدا. ننتقل لاختبار ذاتي، أيضا كل الأسئلة واضحة جدا، ما فيها أي مشكلة نهائي، كلها مباشرة، إما تمثيل أو عندنا بيانات بتسألنا عنها أسئلة. هون نفس الحكاية، عندنا بيانات بدو إياها مدرج، منحنى، مضلع. ننتقل للسؤال الرابع، إحنا عم نحكي في الصفحة الأخيرة من الكتاب اللي هو صفحة 114. نفس حكاية السؤال اللي أخذناه قبل شوي، عاملة عمر وطارق إحصائية عن الوظائف التي شغل 50 موظف، ريحني كتب لي كم من موظف في أحد المصانع، فكانت كما في الشكل. زي ما إحنا شايفين برضو عم يعطيني إياها على شكل نسب مئوية. فالسؤال ألف بيحكي لنا ما عدد المهندسين في المصنع؟ كم عدد المهندسين؟ نحكي 10%؟ لا مش 10%، نفس الحكاية. شو بدنا نحكي؟ هم أنا تطلع لك يا 5، كيف طلعت 5؟ بدك تحكي إنه نسبة المهندسين هي 10%، يعني 10% من أصل كم من موظف في الشركة كلها فيها 50، فمن أصل 50. هون بنختصر 50 على 50 واحد، 100 على 50 2، 2 على 2 1، 10 على 2 5، فخمسة ضرب واحد يساوي 5 مهندسين، تمام؟ ب ما قياس زاوية القطاع الذي يمثل الفنيين في المصنع؟ نفس السؤال السابق، أنا عندي نسبة مئوية ما بستطيع أوجد الزاوية وهي نسبة مئوية، فبروح بحول الفنيين لشو؟ 24 النسبة، بدي أوجد العدد 24 على 100 ضرب حكينا كم؟ 50، حكينا 50 على 50 واحد، 100 على 50 2 على 2 واحد، على 24 12. فأنا عندي كم من فني؟ عندي 12 فني. إذا عندي 12 فني، هيك أنا خلصت؟ لا، هو بده قياس زاوية القطاع. شو بتحكي قياس زاوية القطاع؟ القانون، زاوية القطاع تساوي عدد الفنيين على الأصل الكل اللي هو 50 ضرب 360 درجة. منحسبها وبطلع معانا الجواب 86.4 أجزاء من 10 درجة. ما تحكي لي كيف يعني فاصلة؟ يعني تقريبا 86 درجة ونص، نحكيها تقريبا. جيم، ما النسبة المئوية للإداريين في المصنع؟ زي ما احنا شايفين الإداريين مش حاطط لنا نسبة ولا عدد ولا إيش. طيب هون ممكن انه انا اجمع النسب واطرحها من 100، وممكن اني انا احسبهم كلهم، يعني العدد 8 زائد 12 زائد 5، وبعدين احكي 50 ناقصه. بس ليش الغلبه كلها؟ انا طالما بده اياها نسبه مئويه فيش داعي اغلب حالي. فالاداريين ايش تساوي؟ طبعا هذا كله لازم ايش يساوي؟ 100%. فبحكي 100% طبعا ناقص مين؟ مجموع هدول اللي هو 16 زائد 24 زائد 10، فبده يطلع عندي النسبة المئوية لهاي. فبنحسبها وبتطلع معانا، في عنا هون 6 زائد 4 10، 1 زائد 1 2 زائد 2 4 زائد 1 5. فبنحكي 100 ناقص 50 اللي هي 50%، واحنا اصلا شايفينها ماخذ النص، فاذا النسبة هي 50%، تمام. واخر اشي، ما قياس زاوية القطاع الذي يمثل عدد المستخدمين؟ نفس الحكاية، بدنا نوجد عدد المستخدمين كعدد 16 على
100 ضرب 50 ويساوي إيش؟ حكينا على 50 2 على 50 1 على 2 1 على 16 8. فأنا عندي 8 مستخدمين، فبحسب زاوية القطاع بحكي 8 من أصل 50 موظف ضرب 360 درجة، وبطلع عند الجواب 57 درجة و 16. وهذا كل ما يخص هاي الأسئلة، جميع الأسئلة الباقية سهلة. هيك بنكون إحنا ختمنا كتابنا. يا رب الله يوفقكم وينجحكم، ونلتقي على خير، وأي سؤال إحنا بنخدمه، ويعطيكم ألف عافية.